تحياتي للجميع. اليوم عندي ضيفة مميزة حبيت تشاركوني برؤيتها، وهي ثمرة بطاطا بشكل قلب حصلت عليها من عند والدتي خلال زيارة لمنزلها، وكانت الوحيدة بهالشكل بين العشرات من نفس الكيس، فحبيت صور لكم إياها وهديكم إياها تعبيرا عن حب إلكم، متمنيا إنه السنة الجديدة تكون مليئة بالحب، تتوقف فيها كل الحروب والنزاعات، وينتشر السلام بكل الدول العربية ودول العالم، يتوقف القتل والظلم والاستبداد. وبوعدكم إنه السنة الجديدة حتتضمن حلقات مميزة إن شاء الله على محطة إيهاب بلانت، فترقبوها. إلى اللقاء.